مساء الخير وحياكم الله معنا وتقبل الله طاعتكم. متواصلين معكم يوميا في شهر رمضان من خلال برنامج إسراي، لكن في البداية أبي أرحب بزميلي عبد الله مال الله. نمسيك بالخير وحياك الله معنا في هذه الانضمامة المميزة. مساء الورد أسرار. وأيضا أبي أمسي بالخير كل من يتابع هذه الشاشة الجميلة، شاشة الاي تي في. في البداية أعطوني ثواني بسيطة، أبي أتشرف دائما في انضمامي لهذه القناة الجميلة والرائعة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. يعني يمكن التوتر البسيط هذا اللي تشوفونه لأن ما هي العادة أني أطلع مع زميلة وبنفس الوقت هي معاي في البيت أم شيخة، فعلشان كذي وفرصة جيدة للأمانة أني أطلع عبر شاشة الاي تي في أنا ويا أم شيخة. أبي أبارك لكم الشهر وأقول لكم كل عام وانتوا بألف خير. ودائما في البداية نبي نشكر من هم العين الساهرة لنا اللي للأمانة قاعد نشوفهم. يمكن أنا المرة الأولى أطلع في وقت الحظر لدخولي لهذا البرنامج، لكن أشوف رجال الأمن متواجدين في كل مكان يتفطرون برا علشان إحنا نقدر نتفطر بأمان في بيوتنا. وأيضا نشكر وزارة الصحة القائمين على هذه الأمور اللي تنعكس على الأمن والأمان في ديرتنا الكويت. هني ما أعرفك تعرفني ها؟ اي ما عندي حركات والله. شوف مشيخة ومشيخة في ورقة وفي قلم، كل شيء تقولينه يتسجل وبعدين عاد هني ساعة عندهم البسطام عندهم وفي اليوم 23 ساعة.